حذرت السلطات في مصر من أنها ستتعامل بقوة مع أي محاولة لعرقلة الاستفتاء المقبل على الدستور والمقرر إجراؤه خلال ديسمبر الجاري. يأتي ذلك فيما دعا حزب النور السلفي الشعب المصري إلى المشاركة والتصويت بنعم على الدستور. يستمر التأزيم في الشارع المصري منذ عزل الرئيس محمد مرسي، حيث ألقت الجهات الأمنية في مدينة المنيا في الصعيد القبض على 26 متهماً من أنصار الإخوان المسلمين شاركوا في أحداث عنف وشغب، ويواجه المقبوض عليهم تهماً تتعلق باقتحام مراكز الشرطة وحرق الكنائس وتحطيم سيارات المواطنين وواجهات البنوك في منتصف أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي الرابعة والنهضة. وبالتزامن أحالت النيابة العامة ثلاثة نشطاء بارزين هم مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل إلى المحاكمة التي ستبدأ يوم الأحد بتهمة التظاهر دون تصريح. أما الناشط الرابع وهو علاء عبد الفتاح لا يزال خاضعا للاستجواب، بينما أكد مصدر قضائي أن النيابة أحالت ناشطا بارزا واحدا وليس ثلاثة للمحاكمة. وفيما يتعلق بالدستور الجديد، أعلن حزب النور السلفي أنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على الدستور المعدل، ودعا الشعب المصري إلى المشاركة والتصويت بنعم، معللا دعوته للتصويت بتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتجنيبها مزيد من الفوضى. في المقابل شكك التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في جدول الاستفتاء. من جانبه حذر مدير الأمن العام المصري من أن السلطات ستتعامل بقوة مع أي محاولة لعرقلة الاستفتاء المقبل على الدستور والمقرر إجراؤه خلال ديسمبر الجاري. يشار إلى أن الدستور الجديد قد تضمن موادا أثار جدلا واسعا حول الحد من التظاهر وصلاحيات المجلس العسكري في تعيين وزير الدفاع، والتي أكد رئيس لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور عمرو موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، موضحا أن النص انتقالي لفترتين رئاسيتين.